سرب من الطائرات الحربية الإماراتية تصل لجزيرة سقطرى في تطور خطير، تفاصيل عاجلة فلنتابع. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفادت مصادر إعلام محلية بأن الإمارات دفعت بعشرات المقاتلات الحربية لمحافظة أرخبيل سقطرى اليمنية المطلة على المحيط الهادي ومدخل الخليج العربي. وبينت المصادر نقلا عما وصفتها بمصادر مسؤولة في حكومة معين عبد الملك بأنه وصلت اليوم إلى القاعدة العسكرية الإماراتية في جزيرة سقطرى 14 مروحية مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإماراتي. وتأتي هذه التعزيزات في إطار تحركات عسكرية واسعة تجريها القوات الأمريكية الإسرائيلية بأرخبيل اليمني تحت غطاء التحالف، في ظل مخطط واضح لاستغلال الجغرافيا اليمنية ونهب ثرواتها.